ديال الموسيقى العصرية باش نبقى تيكونوا كليبي في المغرب لي برينسيبال مون ناس ناس صالير ديال العيطة الوكالة الشامية من خلال سوءات. اعتمدنا هذه الدورة هذه على أشكال موسيقية تتسخر بها بلادنا وبغينا شبابنا يتعرف عليها كالأغنية المغربية اللي عاشت فجر الاستقلال وعاشت كذلك إدبال الاستعمار وكذلك فن العيطة واللي هو كانت منادات واستنجات من طرف في أيام كذلك الاستعمار كذلك الفن الجناوي واللي هو فن تجمع ما بين الروحانيات وما بين الأهازيج الصوفية الشعبية البرنامج عندنا 3 ايام الخميس والجمعه والسبت 3 سهرات بالليل من 8 حتى ل 11 الليل. السهره الاولى غادي يكون فيها اغاني مغربيه كلاسيكيه خالدات اللي غتغنوا بها الفنانه الكبار، ولكن هذه السهره ديال الخميس غادي يغنيوا فيها شباب اللي الذي يعرفوا يقدموا لنا الاغنيه الخالدات بواسطه شباب ونعطوا مثال لهذا الشباب. ولا حنا الاغاني ديالنا الشباب ديالنا وهذا مثال سيرة توصل بين الماضي والحاضر بين الماضي. والسهره الثانيه غادي يكون فيها مزيج بين شكلين من الموسيقى التراثيه، قناوه برئاسه المعلم قصري والعيطه برئاسه الفنان نسيم حداد. ويوم السبت ان شاء الله غادي تكون مزيج بين طريقه العيساويه وجيجي لا نظن ان هذه المهرجانات تلعب واحد الدور مهم، لان اولا بدات تتبنى الان وهذا في هذه السنين الاخيره على واحد المقاربه احترافيه وواحد الاعتماد على واحد الهندسه ثقافيه وكذلك على واحد التصورات فلسفية وقيمية، وهذا اللي تيجعل انه المهرجانات ما بقاتش فقط تنشيطية بل هي تتعبر على واحد اللقاء ثقافي عميق عنده أبعاد كثيرة ومختلفة. فهذه المسألة تتجلى في البرنامج اللي تيكون عنده جانب فني وجانب فكري في نفس الوقت، واللي تيجعل انه ناخذ هذا الجانب التراثي ما اخذ الجد وطلع تغرب لي في الكمال. تيلي بلوس، تميز ومصداقية.